السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع أحمد قاسم. الفيديو ده خاص بشركة إيجكس للخدمات اللوجستية، وتعلن فتح التوظيف في جميع مدن المملكة في جميع فروع الشركة. أعلنت شركة إيجكس للخدمات اللوجستية عن فتح باب التوظيف الجزئي والكلي في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية رواتب مجزية. المؤهل المطلوب جميع المؤهلات، الجنس الرجال والنساء، الموقع جميع فروع الشركة، فرص عمل بدوام جزئي وفرص عمل بدوام كلي. الشروط الوظيفية: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. هي هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بشركة إيجكس للخدمات اللوجستية، تعلن فتح التوظيف في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية. أعلنت شركة إيجكس للخدمات اللوجستية عن فتح باب التوظيف الجزئي والكلي في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية رواتب مجزية. المؤهل المطلوب جميع المؤهلات، الجنس الرجال والنساء، الموقع جميع فروع الشركة في المملكة العربية السعودية، فرص عمل بدوام جزئي وفرص عمل بدوام كامل. أن يكون المتقدم، الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو المتقدمة سعودية الجنسية، لا يشترط مؤهل محدد، لا يشترط الخبرة السابقة، أن يمتلك المتقدم هوية وطنية سارية، أن يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول، العمر أكبر من 18 عاما وأصغر من 60 عاما، لائقا صحيا للممارسة العمل، أن يكون لديه السيارة موديل 2009 وأكثر وأعلى، ويكون المرشح مالك السيارة أو المفوض عليها، أن يمتلك هاتف أندرويد. دي بالنسبة لمتطلبات العمل. هنا سوف تقوم، هذا هو الموقع الرسمي لشركة إيجكس للخدمات اللوجستية. هنا تقوم بكتابة الابليكيشن، استمارة التوظيف، الاسم الأول بالإنجليزية، الأخير بالإنجليزية، الاسم كامل عربي، تاريخ الميلاد، الجنس، هل أنت سعودي، رقم الهوية، رقم الجوال والعنوان، واسم المبنى والرقم، اسم الشارع واسم الحي، ثم المدينة ونوع المركبة وتاريخ الموديل والبريد الإلكتروني، وإرفاق هنا، إرفاق الهوية الوطنية، تقوم بالضغط هنا، ثم تحميل الهوية الوطنية هنا، هنا إرفاق وتحميل رخصة القيادة، تقوم بالضغط هنا، تحميل رخصة القيادة، ثم لقد قرأت ووافق على سياسة الخصوصية، لو ضغطت على سياسة الخصوصية سوف تجد هذه العناصر، تقوم بقراءتها جيدا، ثم تقوم بالضغط على أوافق، ثم إرسال طلب التوظيف. موعد عمل مركز الاتصال، اتصال إدارة الاتصال بهم من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 9 مساء. هذه الأيقونة هنا في الأسفل، تحدث إلى خدمة العملاء إذا أردت أن تتواصل معهم، تقوم بالضغط عليها كذا، ثم تبدأ في طرح استفسارك. هنا طبعا قناتهم على التليجرام، مقر الشركة العليا الرياض المملكة العربية السعودية، هذا هو الرقم أو عنوان البريد الإلكتروني، وهذا رقم الاتصال المباشر. طبعا أتمنى التوفيق للجميع، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.